وياي عيني يلي ما مشمولين بيها. قواعد، انتبهوا عليها، قواعد الفصل السادس ما عندنا. كل اللي عندنا منه ورايح هي درخيات. شلون درخيات؟ ركزوا وياي حبايبنا. شنو هاي؟ ايش ما تشتغل؟ شورت بينا ام البازف. طب هذا مو بس الفور والسينز بي اليونت السادس؟ لا بربج، هاي منو هاي؟ انا ما قريت. ابتهال. اني ابتهال. انا ما قريت يا مدرس، قريته على اليوتيوب العام عاد. الفصل الخامس يعني هذا فور امتحان. ابتهال. الطواري الطواري. وصلي هواي مطاري. سلسل فورس. يلا يا شباب تبوا علي القواعد. خلينا اسولف لكم شباب. أدوح شبابنا الاعزاء، الفصل السادس بازمنه المبني للمجهول. كل ازمنه المبني للمجهول اختصرت لكم اياها بخطوتين. هذن الخطوتين اللي هن كل الازمنه. هسه انتم حاليا بدون ما تدرون بنفسكم انتم مسيطرين على كل الازمنه مالت المبني للمجهول، شئتم ام ابيتم. اذا شاش بعد عندنا بالمبني للمجهول؟ ما عندنا. الفصل السادس عندنا كله درخيات، وهاي الدرخيات راح ادزلكم اياها برابط. فنجي هسه بالنسبه للشباب هنا، وراح التعليقات مفتوحة لكم، واحنا نمشي على الأغلبية. يابا انتم هسه تردون نشرح لكم الدرخيات ونعين لكم النقاط المهمة، لون رأسا نعبر إلى قواعد الفصل السابع. اللي يريد نشرح له الفصل السادس اكتب اشرح، إذا واحد يريد الفصل السابع خلي يكتب الفصل السابع، وراح نمشي على الأغلبية. يلا ابدي استاذ اكرح اشرح الفصل السادس. استاذ اشرح اكتبي اكتبه. وين نكتب استاذ؟ انا كانك اخوي. اوكي استاذ تصميم الكتروني. الرسمي استاذ الرسمي والاقل رسمية. اي ذن يجن فراغات لو هم يجن بين قوسين، واحنا نختار لو شنو. هسه شنو مالك علاقه بشنو؟ انا هسه اشرح لكم اياها، وخلينا نبلش من البدايه. يلا شباب اثر قاعد يجون مثل ناقوط الحب، ايش عندهم؟ وين كانوا؟ لا هو سحور، لا هو نايمين. حتى نومه ما ترهم. والله لا عسل من واحد من يفطر بعد هاي سنه. يلا شباب عيني ابطالنا الحلوين، ركزوا وياي هنا. ايش عندنا؟ الفصل بس عافية سجلها. والله قاعد اسجل. الفصل السادس ايش عندنا؟ الفصل السادس حبايبنا عندنا 136 شباب. هذا موضوع اسمه انسكرامبل، اخذناه البارحة اعتقد. لا ها شباب اخذناه. لا ايه اخذناه. جيد حلو اخذنا، اذا ما يحتاج ناخذه بعد. وين نروح؟ نروح للصفحه اللي وراها، المبني المجهول في حاله الفراغات اخذناهم. واليوم عندنا قطعه الصيرفي، اعتقد اخذناها البارحه كذلك. نعم استاذ. اي اخذناها. حلو والله انتم ذهب. اي استاذ ايش عندنا؟ عندنا بالصفحه اللي وراها، وين راحت هاي؟ شكو استاذ اكو عندنا ذن التوصيلات. هذن التوصيلات مو كلش مهمات، اما اذا اكو سجاد يقول لا استاذ احنا نريد نقرا، فخلص اذا انتم مصرين على القراءه ركزونا فقط على ذني النقطتين. خوش. والبقيه جواها هنا عندنا توصيلات. هاي التوصيلات تجيكم وين تجينا استاذ؟ تجينا بالسؤال الثاني فرع التوصيل. تجينا دائما بالسؤال الثاني فرع التوصيلات. زين يجين؟ لا يعني نادرا ما تجي هاي. احنا قاعد نقول لكم نادرا حتى تعرفون ايش وقت تقروها وايش وقت ما تقروها. زين وهذا البلد والجنسيه؟ والله ولا مره اجى.
البلد والجنسية ولا مرة اجت، ما اعرف ليش ايش عندهم، مع العلم انه موضوع حلو، لكن ولا مرة اجوا. مثل ما احنا قلنا لكم احنا نشتغل هسه على الوزاري. فهذا الصفحة المهمة. اوكي. نجي الى 144. شبيه استاذ 144؟ عندنا هذني مهمات جدا. استاذ وين يجن هذني؟ هذني تأتي في السؤال الثالث، توصيل. استاذ بس توصيل؟ نعم توصيل. مهم. يعني هذا مهم. زين وذني اللي قاعد تعقب هين؟ هذني كل شيء باللون الاحمر غير مهم. اوكي هذني توصيلات. استاذ ياهل اهم شيء به حبيبي، اذا تدور على المهم روح اقرا مرشحات. مركز لك على المهم. هسه احنا هنا ما جاي ندور مرشحات. جاي ندور بصورة عامة. اوكي ايش عندنا بعد؟ هنا من اللي سألني على الرسمي والغير رسمي؟ شنو هاي؟ معقولة سد الاتصال؟ موجودين. ها شباب من اللي يراد الرسمي والغير رسمي؟ أصلا موجودين. من اللي يراد الرسمي والغير رسمي؟ ها حجيه نعيد، من اللي يراد الرسمي والغير رسمي؟ قال اشرح لنا. والله ما موجودين بيها، ترجعون للتسجيلات تقدرون تشوفون المحاضره المسجله. هسه نجي نسولف بويا، قاعد نسولف لكم، يعني ما حد يريدها؟ استاذ سالتك اشرحها اشرحها. تعال يابا خلينا نسولف لكم عن الرسمي والغير رسمي. بالبدايه شبابنا الحلوين، شنو هاي؟ شوف علقت الحاسبة، علقت الحاسبة. اكو واحد بيكم قصته خير وبركة. اي بالبداية شبابنا هنا عندنا كلمات رسمية واقل رسمية. اوقف استاذ ما افتهمنا، تعالوا خلينا نفهمكم بالزايد. شباب هذني كلمات رسمية وغير رسمية. occurred happened injured hurt investigate find out property stuff alert call tell inform tell thank you thanks could you can you apologize I'm sorry where includes here is إيسات. هذني كلمات رسمية وغير رسمية. بعد شنو المشكلة؟ المشكلة هذن الكلمات حبايبنا أول شغلة تأتي إملاء. إملاء وين يابا هذا الحكي يجينا؟ إملاء هذا الحكي يجيكم إملاء في السؤال الثالث فرع الإضافات. خوش بس نعم هذا يجينا إملاء. زين شنو المشكلة؟ المشكلة انه انا عندي هنا كلمات رسمية يقول لي حولهن الى كلمة غير رسمية، اذا هذا لازم ينحفظ املاء. اكو طريقة ثانية؟ نعم اكو طريقة ثانية. شنو هاي الطريقة استاذ؟ هاي الطريقة قليباتنا هو يأتي بس تنقلب اختيارات، بس تنقلب حرف تخرب الجملة كلها عافية، وايضا يجينا اختيارات. زين استاذ دقيقه، اختيارات شلون؟ اختيارات يجينا في السؤال الثالث ايضا. زين دقيقه ما افتهمنا استاذ، تعال افهمكم. مثلا انتم قاعدين بالامتحان وش قال الجمله؟ قالت لنا يا مستر علي كولد لو اليرتد مي. هاي الجملة شوفوها بهاي الطريقة بهذا الاسلوب. شنو معناها؟ معناها تعال افهمكم،
يقول السيد علي called اتصل بي alerted واتصل بي. يا اتصل من عدهن اخليها الاولى called. ها لا مو كيفك انت بكيفش قاعد تشتغلين؟ شنو سويتي حاسباس لو قال بالا؟ لا مو عندنا مستر الكود موجودة بالرسمية. تعايمة خلنا فهمش. أولا عنده وجود صيغة اجتماعية. استاذ شنو يعني صيغة اجتماعية؟ مثلا مستر، دكتور، مسز، هذني إذا لقيناهم نختار. أو ثانيا وعند وجود درجة وظيفية. وعند وجود درجة وظيفية هذن ايش نسوي به؟ نختار الرسمي. ايش وقت نختار الرسمي؟ اذا لقينا صيغة اجتماعية او درجة وظيفية. اي مبل عندي هنا صيغة اجتماعية اللي هي شفت اشترى مستر. هسه عرفنا استاذ عرفناها. ايش عرفت بويه؟ عرفت انه اذا لقيت مستر اختار الرسمي، صح لو لا؟ زين هي هسه افتهمنا، بس هي يا هي الرسميه الكود لو اليرتد؟ الكود لا يا عيني الاليرتد. ها تمام تمام. ها اي استاذ ها شي ما منتبه. لا عيوني شويه بالتليفون ما شغل ما تركز زين. هسه المشكله انت مره لو زلمك حكيت لك حكايه ثانيه. عرفت المثل هذا مو مال قعوجه؟ اي خوش يلا ياي. شوفوا يما هاي الجمله اجت بالوزاري، هاي الجمله اجت بالوزاري، شوفيها زين. هسه شوفيها لو هماتن شوفوها زين شباب، عيفوكم من عندها. هاي بطرانه هاي تطلع حجتها بعيونها. يلا هنا انا عندي عبارتين، عندي الهيرز وعندي الانكلوز. يقول الهيرز غير رسميه والانكلوز رسميه. هسه اريد لنا متبرع بطل يحل لي اياها، يقول لي هاي رسميه لو غير رسميه. غير رسمية هاي. ليش يا ابي؟ شو بس وحدة تحكي؟ ما عندنا. البقية جايين خطار لفتح المايكات. ما عندنا لا. يلا. ما عندنا لا صيغة. سكتي. علي نور. يلا علي نور. السلام عليكم. هلا يما. خالة اختار الهيريز لو اختار الانكلوز، شو تقولين؟ والله يا بعد امك. يا بعد امك الثانيه نختارها، هاي غير رسميه. يا بعد امك انت يا مواليد اسكت غدت. لا 94 يعني انا اكبر من عندك ب 14 سنه. ريم وانت قلت لي خاله وانا ما مشيت وياك على الوهس. يعني اذا قلت لك خاله تقولي لي بعد امك. لا نجحت بالوزاره، نجحت. يلا كملي. يا استاذ نختار هيرز لو انكلوز. هيرز ليش يا ابي هيرز؟ اي والله الجيل طلع ما عندنا صفه رسميه. ليش يا عيني مصطفى؟ قليبي بعد قليبي هنا انا مو لا استاذ ثانيه مو هيرز، مو قايل لك فورمال، مو قايل لك رسمي. اريد الفورمال. مو منطق 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 سؤال فاول منطق يا منطق سؤال. ايش قديش كبره؟ ما شفته حوالي. احنا بنخلص من واحد وطلعنا الثاني. اليوم ايش بيكم؟ اليوم ايش بيكم؟ صار في جبن بالفطور. استاذ الثاني نخي. ما اليوم ما يشوفون يا ربي، اليوم ما يشوفون. ايش فاطرين؟ استاذ ما انا واقف بالشارع لازم واجب فما منتبه. خطيه. لا حراس الوطن. لا الهم صدق انا ما شفت الفورمال. حراس الوطن جمله يعني ما شافها. يعني انا قلت لك انت وين واقف حراسه على الحدود؟ بالمخيم. يعني شنو هذا؟ يعني مسؤول عن شنو بالضبط؟ مو المسؤول جندي، مو المسؤول. راح الوطن. انا ما لازم اواجب. مصطفى لازم واجب مو اني. الوطن راح. ايه
العراق راح اذا هي جمله ما شافها يشوف الحراميه يلا اطلق على ذاك بشر كبرى مصطفى اطلق على الله يساعدهم. هذا من هذا الدق؟ السلام عليكم. دقيقه بس خلينا نشوف تليفون دق. الو هلا بالحجي ما شافها يشوف الحراميه. يا ربي بس الحراميه ما حاطين مسدس ويهددون. اوكي وين راح دقيقه وين راحت إعادة الإنظمة؟ يعني هسه دا لقينا كلمة فورمال يعني نستخدم الصيغة الرسمية. عافية عمي مو أقول لكم أقول لكم هي تشوف بس ما تصدقون. أوكي زين أستاذ بعد شنو الكلمات اللي نشوفها نستعمل الصيغة الرسمية؟ ليش مو شرحناهن؟ ما شفتوا ويانا؟ يلا لهيب. يا الله هذا اللي طلع يسلمه يا هلا. نعم استاذ. شنو هالمجال قال يلا ثاني وحده لان عندنا مستر. نعم استاذ. يلا لهيب كولت لو اليرت. استاذ ناخذ ثاني وحده لان عندنا مستر. زين والله حذفناها المستر هسه كولت لو اليرت. اليرت لا يا عيني هم لا كولت لا اليرت. ليش اليرت؟ لان عندنا بوليس شرطي ضابط. شلون مصطفى؟ بس استاذ يتقطع الصوت ما دافتهم والله. اوكي شباب هسه منو عندنا؟ اذا المستر موجوده ناخذ اليرت. نعم بس انا هنا عندي درجه وظيفيه اللي هي البوليس. اذا عندنا درجه وظيفيه اللي هي البوليس فشخ اختار اختار الرسم الرسمية. استاذ بس هاي الجملتين على هالموضوع؟ هاي الجملتين اللي اجن بالوزاري وانا كتبت لكم واحده من عندي من باب الخطيه يعني نقول خطيه. اوكي هاي هي اكو اشكال بيها شباب؟ استاذ دائما تجي؟ لا قلنا بس مرتين بالوزاري اجت. شنو دائما تجي؟ بس مرتين اجت بالوزاري خلال السنين السابقه. وين نروح شباب؟ في صفحة 147 بالملزمة عندنا ذني اختيارات مهمة. تعالوا خلينا اشرح لكم اياها. عندنا اوبن يفتح حساب، هذا اللي تركزون عليه. يودع 5 مليون. يحصل فائدة. ينشئ رصيد. يعمل سحب. يسدد الفوائد. اوكي ثاني سؤال استاذ مزحم عليك. تدلل هذني يجن في السؤال الثالث. سؤال توصيلات مستر فرع الاختيارات. لا تجينا بالاختيارات. الجواها عندنا اسقاطات. ايضا السؤال الثالث اسقاطات. حصل حكيت بيه نجنب التمهيدي. كان ما اعطيكم شغله مو مهمه. اوكي. الاسقاطات، تعالوا خلينا نشرح لك اياهن، ايش تشرح يابا؟ هنا قاعد يقول لنا يابا شو يقول لنا؟ يقول لنا البطاقة لم تعد valid صالحة. لم تعد valid صالحة لأنها expire. إيه يصير نقول. إي. يصير نقول اكتف؟ لا اذا ما حضرتنا؟ لا ما يصير. الثانيه تصير ستيتمنت. ليش ياب ستيتمنت؟ يقول الكشف المصرفي يبين لك الاموال المني. خوش بعد عندنا انستلمنتس. withdrawal معناها سحب. انا لم اعمل هذا withdrawal. withdrawal السحب. لم اعمل هذا السحب. كم عدد installments كم عدد الاقساط للتسديد؟ أبي أعطاني أموال من أجل داون
بينما تعارضون لشراء سيارة. بالله الموجودين هنا منو بيكم أبو طاف فلوس يشتري سيارة؟ ها عبال بس أنا طلعت كلها، طلعت كلها مو مثلي. لا مو أني. هو مو أقول كلها ساكتة يعني، أنا مو بس أنا كلها كلها ب... أوكي. واحد، للدخول الإنترنت يجب أن تكون أونلاين، ويوجد فرع من هذا المصرف برانشز. شلون السالفه؟ كل ساعه وخبر. طونا شباب مجال شباب. الو السلام عليكم. هم يريد مرشحات فنجي الدور. هاي المجموعه الاولى مالت الاسقاطات، نجي على المجموعه الثانيه. عندنا حساب نقول عليه حساب جاري كيورنت، وراها اموال يقول سحب الاموال withdrawal withdraw سحب الاموال، بالانس رصيد، الرصيد الادنى valid قيمه، قيمه الاستثمار valid. وهنا أنا يقول enough money، انا طلبت من المصرف اس، طلبت من المصرف، ايش طلبت من المصرف؟ طلبت لون قرض. هذه صفحة مهمة جدا. اسقاطات المستوى. ها؟ يلا شباب. مستعدين؟ عندنا آخر قطعة، وبمعنى آخر آخر موضوع بالفصل السادس. أستاذ ليش أستاذ آخر موضوع بالفصل السادس؟ الفصل السادس شبابنا الأعزاء شلون أقول لكم بي؟ هو بي مبني للمجهول، بي أزمنة كلش هواي، اختصرت لكم إياها بعشر دقائق، فتقدرون تشوفون خلال عشر دقائق تضبطون كل قواعد الفصل السادس. وهسه نجي إلى قطعة الصيرفي. عندكم واحدة من اثنين، شنو هاي الواحدة من اثنين حتى ما اكون ظالمكم؟ نجي هنا أنا. استاذ الله يخليك، دا ادرس خارجي دفعة 23 بس انجليزي كلش ما افتهم منها، تارك ما احنا ايش قاعد نسوي غير هسه قاعد نشرح. شوف يما مسميه نفسها عسلنا عسلنا خاله عسلنا. اسمعي ورا ما نكمل، هسه راح تبقين ويانا، ورا ما نكمل ايش راح نسوي؟ راح نرجع نعيد نكمل الماده من البدايه، فانت ابقوا ويانا وبش خير وتدليني وان شاء الله راح تستفادين. هسه شباب بالتعليقات اي ابويا بالتعليقات شبابنا اريدكم تقولون، نشرح لكم قطعه، بس خليني اقول لكم صار عندكم اسقاطات هواي، صار عندكم مفردات هواي، عندكم واحده من اثنين. عندنا هسه قطعة واحدة اللي هي قطعة شو اسمها التقاعد أو الاستثمار، استثمار أو التقاعد شلون تردون سموها سموها، تردونه نشرحها حتى تكملون الفصل السادس والمحاضرة الجاية نمتحنكم بالفصل السادس، لو تردون تاخذون فرصتكم حتى تحفظون ذني والمحاضرة الجاية نشرحها ونعبر على الفصل السابع. هسه بالتعليقات اللي يقول الأستاذ اشرح أو توقف، ونشوف ياها الاغلبيه. هسه عندنا اثنين يشرح. استاذ ما فهمت، تريد نكمل لو نوقف هنا؟ انا يعني قصدك ناجل على المحاضره الجايه الدرس الجاي لو شنو؟ اي لا ناخذها استاذ. اي اكتب لي بالتعليق. اوكي طلاب، وهواي طلاب يردون نكمل الفصل السابع حتى نخلص من عنده، لكن خلوا بالكم ان المحاضره الجايه امتحان بالفصل السابع. اي بويا تعالوا خلينا نكمل، ايش عندنا؟ شو نكمل استاذ؟ عندنا قطعه استثمار السابع الاستاذ. غلطت 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 عمي، لا تسمع علي الازمه، غلطت. عندنا قطعة استثمار الأموال، شنو هاي قطعة استثمار الأموال؟ تعالوا خلينا نفهمكم. شكو أستاذ؟
يقول الأطفال إيش بيهم يا بالجهال؟ هذول الجهال يضعون أو put some money aside، يجمعون الأموال أو يضعون الأموال جانبا، ليش؟ لشراء، شراء شنو؟ something bigger، شيء أكبر. يعني تذكرون لما كنا صغار نجمع فلوس حتى نشتروا باسكل، هسه حاليا يجمعون فلوس حتى يشترون موبايل. أوكي زين، هسه كبرنا، لما كبرنا، بس هذا حكي مو إلنا، للدول الخارج، لما كبرنا يضعون الأموال في خطة تقاعدية. أوقف أستاذ، أريد نتفاهم على هاي الفقرة، شنو يعني يضعون الأموال في خطة تقاعدية؟ الدول الأوروبية والأمريكية والآسيوية اللي يطلع تقاعد ما ينطوه راتب، يدخر من ماله، يعطوه مساعدات، مجرد مساعدات، وهاي المساعدات ما تكفي، فشطوا العفو. فزين شلون يكمل عيشته؟ يقول له انت صار لك 40 سنه بالوظيفه، ليش ما جمعت فلوس؟ فهنا انا ها، عندك واحد بالخارج؟ لا بس سامعه بيها، من عند بنيه بامريكا عايشه، فهي مسولفت لها هاي الشغله. جيد. يضعون الاموال جانبا من اجل خطه تقاعديه، ليش؟ ليستمتعون من أجل التقاعد، للاستمتاع بالمعايير الجيدة للمعيشة. يعني أبو الكهرباء يريد، أبو الزبالة يريد، أبو المي يريد، الشارع يريد، كلها تريد، وإذا ما تدفع فلوس ما ينطوك هاي المعايير الجيدة مع المعيشة، وإنت رجال كبير متقاعد، هاي شنو ورطة. زين أستاذ، هم عندنا مشكلة. خليني نجي هسه على الأسئلة الوزارية. لماذا؟ Why should people save money؟ لماذا الناس يجمعون الأموال للمستقبل؟ الجواب هذا باللون الأصفر، لشراء، للاستمتاع، للاستمرار بالاستمتاع بالمعايير الجيدة للمعيشة. وإذا كتبت فقط هذه، للاستمتاع بالمعايير الجيدة للمعيشة، كلش كافي. الأطفال ولهذا عندهم هو مشردين. نعم مشردين، حتى شباب. المهم هاي سالفة طويلة. زين، والأطفال يجمعون الأموال لشراء شيء أكبر، لشراء شيء أكبر. خوش. هاي الثالثة هم عندنا فراغ. يقول عندما بدأنا بالعمل نشجع الناس عليما على وضع أموالهم لاستعمالها في التقاعد، لازم يجمعون فلوس حتى تستعملوها في التقاعد. عندنا هنا هاي النقطة الرابعة، اضربوا عليها اكس، هاي انا كاتبها ومتندم كاتبها. خوش. زين استاذ، هسه احنا جمعنا فلوس وصار لنا بالوظيفة فترة، وجمعنا فلوس وصار عندنا 50 مليون، من طلعنا تقاعد عندنا 50 مليون، اي شنو المشكلة؟ المشكلة انه ذني شو اسمه، هذني الفلوس بعدين راح يخلصن، يعني هاي الخمسين مليون هم ما تن يخلصن قابل شنو يعني؟ قال لا مو نانا، هاي الفلوس من تطلع تقاعد يوجد طرق لاستثمارها، يعني مو بكيفك، اكو طرق تستثمرها، مو تخلي الفلوس تصرف من عندهم. يعني شنو هاي الطرق؟ اولا المصارف، تروح تخليهن بالمصرف وتاخذ عليهن ارباح، وهاي المصرف لازم شنو؟ longer we leave our money with them، نترك اموالنا معهم على طول. خوش، تريد فلوس هواي من المصرف، تعيد فلوسك هواي يمهم. المشكله انه هاي الفلوس تكون بمبالغ ثابته، يعني تتفقوا وياهم. شلون تتفقوا وياهم؟ تتفقوا وياهم بالليله مثلا، على سبيل المثال ما نجمع بالمصرف يكون على مليون، ايش قد؟ 5000. ها، ما حد عنده فلوس بالمصرف؟ لا منين؟ لو ما كنتم خارجيين اموركم كلها عدله. استاذ انا عندي، ايش قد يكون عندي؟ استاذ دخل من فلوس ما يعني، خلينا نكمل.
صرتوا كلكم ما عندكم فلوس خطيه، ابكوا ابكوا ابكوا. استاذ انت ما عندك؟ استاذ بالعراق اكو ضمان للمستقبلك. انا ساحب شو اسمه سلفه مال اسكان، فهسه كل شهر لازم اسدد 800,000. فمال فلوس فلوس بالمصرف. 20 سنه الله لا هم قالوا لي 20 سنه الله يسدده. هم قالوا لي تريدها على 125,000، قلت لهم لا اعطوني اقصى شيء. انا هسه حاليا قاعد اسدد بالشهر 800,000 على مود اخلص من عندها. وش تاكل؟ احنا اساسا سحبنا على مال هي على مال الاسكان. شوف هذا التدريس الخصوصي كله ما بيه فلوس. مني شاء الله. الله يلا يانا. يلا. عيني. بعد يقول الاستثمار يكون بمبالغ ثابتة ولا نحتاج يكون من تخلي فلوسك بالمصرف، هذا الفلوس ما تحتاجها. يعني يكون مسنتر امورك. خردة خردة. كون ذني تخليهم بالمصرف واللي يعطوك فوائد انك تعيش بيها. نجي على الاسئله، الاسئله يقول عندما متى يحصل الناس على فوائد؟ احفظها بالانجليزي على مود. When do people get a lot of interest of their saving account؟ يقول when they leave their money longer، عندما يتركون اموالهم لفترات طويله. Saving account حسابات الادخار benefit مفيدة لمن مفيدة؟ مفيدة people who الذين don't need لا يحتاجون to access this money لا يحتاجون للوصول إلى كل ما تحتاج هاي الفلوس. تعيش في المصرف تاخذ بس أرباح تعيش بيها. زين اكو ناس يقول لك انا ما احب هاي السالفة. والله إذا ما تحبون هاي السالفة نروح للسالفة الثانية. شنو هاي السالفة الثانية؟ السالفة الثانية هي الستوك اند شير، الأسهم والمشاركات. أكيد عايفين فلوسكم بالبورصة. بالبورصة يعطوكم عليها أرباح، مشترين عليها أسهم، أكيد هاي 100%. إي بس نطرد عيون. إيش قد والله إيش قد يطوش على المليون؟ ومن اللي مليون 100 الف راند. انا بنتي عايفه فلوسها بهذا شو اسمه اكو هنا معمل يمنا ينطوها بالله ايش قد عن مليون 20,000 يمكن. استاذ اهلي اي انا قلت لها على ساعه ياخذون المليون يشردون ياخذون الدخل ويشردون وتنجلط. لا اوكي نجي هنا الاسهم والمشاركات. بس هاي الاسهم والمشاركات هي ريسكي خطره. ليش خطره؟ خطره لانها نو جارنتي ليس بها ضمان. ليش يا ابا ليس بها ضمان؟ لانه ماي لوز ماني يمكن ان تخسر الاموال. خش هاي الاسهم والمشاركات تعتبر هبي هوايه لبعض الناس. يعني مثلا على سبيل المثال انا اعرف لوحده هنا من يمنه ما عندها اولاد وتقبض هي ورجلها تقريبا 3 ملايين لا مليونين ونص مليونين و600 تقاعد. قلت لها لو انا من عندك كل شهر اروح الدوله. لا اي والله مشاركه هذا بحلال ومشاركه هذا بمحل ومشاركه هذا بمدري شنو ومشاركه. قلت لها ليش؟ قالت شا وين اروح؟ الهي روحي. ما بيها شيء فاتحه باب رزق وهي مستفاده ومن فيها فايده غيرها. لا لا تقول هيدا الهي روحي هي مو شرط باب رزق هي ما محتاجه. و24 ساعه يقولون بيها وخساره. حايره بفلوسها هي استاذ. كمل استاذ كمل. فنجي هنا خطي هذا مستعجل الدواجي. لا مو انا بالوعد استاذ. اوكي. يقول لماذا الأسهم والمشاركات تعتبر ريسكي خطرة؟ ليش يابا خطرة؟ خطرة لأنها ميلوز ماني يمكن أن تفقد الأموال. هنا عندنا عبارة يقول financial minded العقول التجارية فلو تتابع الأسواق. نعم العقول التجارية who follow the market invest in stock
أكيد العقول التجارية لازم تتابع الأسواق. وين نروح؟ نروح الوراء. طيب إذا ما يعجبكم الاستثمار بالأسهم والمشاركات، نجي إلى الحالة الثالثة. شنو هاي الحالة الثالثة؟ invest in a property، الاستثمار بالأملاك، عقارات، بيع وشراء. جيد. شلون؟ يقول برينك نجلب بروبرتي أملاك ونبيعها لاحقا. وين بروبرتي برايس هاف انكريز، عندما يرتفع سعرها. تشترين شغلة ومن يرتفع سعرها بيعيها. وهذا النوع هو الأهم في المملكة المتحدة بريطانيا، يموتون عليها. هذا أمن شيء. نجي هنا، لا، ماكو شيء أمن. الفلوس مثل ما تجيش تصريها، مثل ما اجتك تروح لغيرك. نجي هنا، ما هو الاستثمار الأهم في اليو كي في بريطانيا؟ هو استثمار الأملاك. طيب إذا تخافين تخسرين، بس قاعد احكي عليك، اذا تخافون تخسرون اكو نوعيه رابعه. شنو هاي الرابعه؟ النوعيه الرابعه buying a property to rent out، شراء الممتلكات وايجارها. يعني شلون؟ يعني بدل ما تشتري بيت وتبيعه وخاف تخسر بيه، اشتري واجره. وش حتى تكسرونه؟ والله انا هسه بيتها مأجرة. لا زينة، اكو زينات زينين، لا تخربين واهزنا، لا احد عارك يا ترى هسه. اوكي، نرجع على الاسئلة. كيف يستثمر الناس اموالهم؟ سيفينج اكاونت واحد، ستوك اند شير اثنين، وبروبرتي العقارات ثلاثة. هاي القطعة المهمة. هنا أنا أيضا عندها أسئلة، يقول عندما كنا أطفال تعلمنا قيمة الادخار، وهنا أنا هو we can get more interest، يحصل على الكثير من الأموال if we keep our money in our account long time، لوقت طويل. استثمار الأسهم والمشتركات تعتبر fun، متعة لبعض الناس. إذا اشتريت ممتلكات get a lot of money when you sell، تكسب الأموال عندما تبيعها. وبهيج حالة خلصنا الفصل السادس. المحاضرة الجاية امتحان إلكتروني بالفصل السادس. صار الفصل السادس محاضرتين سويتها مو؟ اي استاذ، اريد من عندك الملزمه من فصل اللونة الخامس للثامن. انا عندي مال اليونت الاول كل الرابع اخذتها من المدرس، اريد يعني من الثامن الخامس للثامن. يعني تردين مال كيلو؟ شلون ما فهمت؟ وانا عندي نسخه، عندي مال غير مدرس، اريد ملزمتك. يعني مالتي ما مقسمه فصول، الملزمه مالتي هي ملزمه واحده. هاي انت تاخذيها للابو الاستنساخ، يلي له استنسخ لي من هاي الصفحه لهاي الصفحه. تمام تمام، يا ريت لو تدز لي اياها، اكون شاكره لك. شوفي يمه، تطبين على هذا البوت راح تصير طينه علي. يلا طب على هذا البوت تلقيها. وين البوت هذا؟ قدامك في حال على مشكورة. هاي هي طقيت الأصورة. جيد. زين، سؤال أخير يقول على أساس الكتب راح تتغير سنة اللغة، من ضمنها الإنجليزي لو ما يتغير؟ أنا أضمن لك الإنجليزي ما يتغير. ماشي. إلا في حالة واحدة. ما هي؟ دقيق. إن شاء الله يبقى لازمها هذا، خل ننجح. ما نخلق نقرأها الجديد. فما حس مع شيء. لا ما حس. بس إحنا بيناتنا. ما نخلق. أنا ترى مطلوب وهيك. أستاذ كملت. أستاذ كملت. أستاذ أنا مفهوم أستاذ. المحاضرة كملت. اللي يريد يتوكل على الله.